وبعدين فتقديم المعمول لدعوى البيانيين إفادته الاختصاص إيش من بعد اختصاص والحصر. وذكر البيانيين، شكون يقصد البيانيين؟ معنى علماء البيان، علماء البلاغة. وطبعا لو اندت تسميلين مليح، علماء الأصول مع علماء اللغة وعلماء البيان. وخالفهم ابن الحاجب، ابن الحاجب هو فقيه المالكي، عنده صاحب الكفاية، صاحب الشافية في النحو والصرف، وكذا من كبار العلماء، وأبو حبان إلى آخره. والاختصاص الحصر، يعني بعض العلماء قالوا بأن الاختصاص هو الحصر. كيف كيف؟ ما دين إياك نعبد، الآية الخامسة من سورة الفاتحة، إياك نعبد معناه لا نعبد إلا أنت، معنى غيرك ليس إلها. ما دين إياك نعبد، ماشي نعبد إياك، لا لا، إياك نعبد معناه حصر العبادة في الله، وحصر هذا الاختصاص. هناك رأي من العلماء، للعلماء الناد باللي الاختصاص والحصر مترادفان، خلافا للشيخ الإمام. الشيخ الإمام دائما الناد هو تقي الدين السبكي ووالد المصنف، حيث أثبته كذا وقال ليس هو الحصر. الشيخ الإمام يعني والد المصنف خالف هذا الرأي، قال لك الاختصاص عنده قضية واحدة، ولكن الحصر عنده قضيتان، يعمل في الاتجاهين. طبعا هذا أيضا أمر عميق، ذكره الشيخ الإمام اللي هو والد المصنف. وبعدين أخيرا وبذلك نختم، باش غادي نخدم صياغ الحصر منها، هذه مسألة. إنما قال الآمدي وأبو حبان وكذا لا تفيد الحصر، وبعدين وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلكيا بعد وكذا قياك ذي العلماء سمحتي إيديف كان يعني يون الرأي، وهو رأي مهم جدا. إمام الرازي وكذا قياك تفيد فهما وقيل نطقا وبالفتح الأصح، خطر ذي القرآن ثلا إنما ثلا أنما إنما أنما أن حرف أن فيها فرع إن المكسورة، ومن ثم دعا الزمخشري، الزمخشري من كبار وهو إمام في التفسير وإمام في اللغة، إفادتها الحصر. ذاكي شمط في صيغ الحصر. ولكن سمحوا لي في الخاتمة إما غديف ذاكي الغزالي، إما ديني الغزالي نغ إلكيا، إلكيا ودينا راه اسمس كامل، ما دين الغزالي أدين الغزالي صحيح، الغزالي هو أبو حامد الغزالي، صاحب إحياء علوم الدين، صاحب المستصفى في الأصول، صاحب المنخول في الأصول، الذي توفي سنة 505 للهجرة. من بعد يرنا يغد إلكيا، إلكيا يجي ذا شوث وجي فارسي اسمه إلكيا الهراسي. إلكيا يجي ذي اللغة الفارسية، شو المعنيس؟ المعنيس الكبير، يعني مقرشانيس، استعرفت اللغة الفارسية إلكيا. انت اسمنا إلكيا لعلو شأنه في العلم، صاحب الكعب العالي في العلم. وكذا قياك إلا يون قرنس الغزالي إلى ويذكر ناس إلكيا أثن سلمس إلى ورث النظام إسقر ناس الخوافي وقذقي ثلاثة يجي سمحتي سعنزل ذم قرآن